عندي قد ايه باستخدام هذه الطريقه، ويا ريت حضراتكم لو يعني تقدروا تزرعوا بهذه الطريقه ان شاء الله هتديكوا فايده كبيره جدا جدا. الله بركاته، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اهلا بحضراتكم في يوم جديد. النهارده هنتكلم فيه عن زراعه الطماطم بالتفصيل، من اول مراحل شكلها، المراحل الاولى للشتل بالتمام والكمال، حتى عمليات الدفن واهميتها، لحد مراحل التزهير والاثمار في فيديوهات متتاليه لحضراتكم في توقيتات متتاليه. حضراتكم ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. وكل حوض من الاحواض ده يا جماعه ها املاه ميه، حوض من الحوض ميه خالص، ميه غمر زي ما بنقول، التربه تتشبع بالمياه عشان انا هزرع فيها الطماطم، وحضراتكم هتشوفوا الزراعه بتاعتي هتبقى ازاي. بيظهر معايا، بصوا يا جماعه، بعد ما رويت بيظهر معايا رؤوس توم اهيت طلع تاني. بصوا لم دي، لان ده يعتبر ثروه للبيت. هملى الاحواض دي ميه واجهز الشتل للزراعه وارجع لحضراتكم عشان ما اطولش ان شاء الله. بعد كده ما انتهينا تقريبا من بل الاحواض كلها يا جماعه حضراتكم، الزراعه بعد ما جهزنا الاحواض وسويناها وحطينا لها ميه، انا جايب 12 عود طماطم اللي حضراتكم شفتم الاشجار المثمره اللي قبل كده. الطماطم دي يا جماعه انا شاريها عندي هنا بقالي حوالي 5 أو 6 أيام وما زرعتهاش، فكانت عندي مشكله ان هم يموتوا. لا ما قلقتش خالص، انا حطيتهم في كيس حضراتكم لو شفتهم، ده البطمس وده المكان اللي كانوا جايين فيه. انا عملت ايه يا جماعه؟ انا عملت البطمس ده وحطيته في كيسه وربطت عليه، وعندي هنا 12 فوق. هقول لحضراتكم وانتم بتشتلهم على تكه صغيره كده كانوا بيعلموها لنا ابويا والله يرحمه والجماعه اللي كنا بنزرع معاهم، يقول لك هات معاك علبه ميه زي دي واقول لك بتعمل بيها ايه دلوقتي. بصوا يا جماعه انا ببل ايدي فيها ليه بقى؟ انا دلوقتي الارض بتاعتي الميه جفت منها بعد الري، لان بتبقى الارض شرائي. طبعا الاحواض دي كلها كانت مزرعه طماطم، فانا اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه بجيب شتله الطماطم بتاعتي، انا الحوض ده كله هحط فيه شتله طماطم واحده بس، شتله واحده بس، لان انا عندي الطماطم دي ما شاء الله بتجيب طرح محترم او بتجيب كميه خضار محترمه. بعد ما بزرع بصوا يا جماعه صباعي بقى فيه طين، بقوم عامل ايه؟ اهوت رحمته وغفرانه، وبنزرع كده الطماطم بتاعتنا يا جماعه. شوفوا صابعي مع الجدر بينزل لتحت، شتله الطماطم وقفت، بحط عليها ده بحب الطين. واقول لحضراتكم انا جايب لسه بوات ميه عندي ليه، واقول لحضراتكم بعد ما ازرع هعمل ايه دلوقتي بعد الزراعه. انا هكمل شتل الطماطم دي كلها يا جماعه كده، ال 12 شجره في 12 حوض انا مجهزهم. ولو لقيت حضراتكم ان في شوالي هتبقى صغيره هستبعدها من زراعه الطماطم، وهكمل دوم لحضراتكم وهتشوفوا بقيه الزراعه هتبقى ازاي ان شاء الله. الحين دي اول يوم شتله لشتل الطماطم، حضراتكم هنتابعه في مراحل متقدمه بعد كده يوم بيوم، هنتابع حضراتكم عمليات النمو وعمليات الترقيد له عشان نخليه ينمو. الساق هنحطه في التربه ونخليه يكون جذور ويكون تفرعات. ده اول فيديو للطماطم ان شاء الله، ملف كامل لزراعه الطماطم. الطماطم دي لسه مشتوله امبارح، بس اول يوم ليها بالظبط نفس الوضع هنا تحت ان شاء الله. اهوت حضراتكم هتشوفوا بالتتالي هنوصل فين لحد ما تثمر معانا ان شاء الله ملف كامل لزراعه الطماطم. ان شاء الله تابعونا، ان شاء الله نوصل مع بعض في الملف ده لكيفيه رعايه الطماطم والاعتناء بها طول فتره حياتها. ما زلنا معا في متابعة نمو شجرة الطماطم أو شتلات الطماطم. ده بعد مرور 4 أيام على شتل الطماطم، النهارده اليوم الخامس، لاحظنا إن التربة بدأت تتشقق. إحنا مش هنروي، هنعمل إيه عشان الشجرة نموها الجذري يبقى كويس؟ لو أنتوا لاحظتوا يا جماعة إن أثناء الفحر بالأداة دي كده هنعمل حاجة اسمها عملية تحجير أو تحبيش أو تدبيش، سمي بقى براحتك. تلاحظ إن التربة يا جماعة
مش ناشفه ولا حاجه، مش جافه ولا حاجه. احنا هنعمل ايه؟ هنحط عليها الشرب بتاعنا بس على الجذور الطبقه الطريه، وهنسيب الطماطم لحد ما يعني جذورها تنمو بشكل افضل كتير واحسن. مش هنديها ميه خالص دلوقتي عشان الشتله تمد جذورها في التربه عشان توصل الميه فتقوى. يبقى نيجي بقى للمرحله الثالثه يا جماعه، بعد تاكد من ان الشتل شد وبقى بفضل الله تمام، هعمل له ايه؟ المرحله دي مهمه جدا يا جماعه، وخدوا بالكم معايا فيها. انا هرفع الشرب على الطماطم لحد مستوى يقارب الخضار بتاعها، حتى لو احتجت شرب من بره هجيب لها شرب من تاني. انا عايز التراب ده يغطي الزرعه بتاعتي لحد قرب الخضار. انا هغطي معظم الساق في الشرب يا جماعه، شوفوا حضراتكم كده معظم الساق هيتغطى تماما، ودي مرحله مهمه جدا يا جماعه. انا عايز اعمل عمليه تجزير من الساق اللي عندي بتاع الطماطم. اللي زرع طماطم قبل كده يعرف يا جماعه ان الطماطم من الشتلات اللي انت يعني ايه المفروض تغرسها بنسبه كبيره جدا فين؟ في الارض، عشان تديك تفرعات كتير ويبقى قدرتها اكتر على انتاج نموات خضريه ومجموعه خضريه. بصوا يا جماعه اهو احنا بنستمع للقران الكريم، كل عام وحضراتكم الف خير ورمضان يغادرنا سريعا. بصوا اهو عمليه الدفن للمره الثانيه قدام حضراتكم، للمره الثانيه والثالثه. احنا كنا دفنا قبل كده في مرحله ثانيه طماطم، وكل ما الطماطم سنها بيجيب بعمل عمليه دفن. انا بعمل عمليتين دفن للطماطم في عمرها يا جماعه، عمليتين مرتين دفن مرتين دفن. انا بس عايز الا البرع من الطرفي بس، ده بس كده يكون باين. وحضراتكم ده سماد عضوي من عندي من على السطح، انا عامله بحطه دفع التسميد ودفن في مره واحده. بصوا يا جماعه الشجره هتشوفوا الفرق بتاعها بعد كده، بعد ما عمليه الدفن دي هتتم هتشوفوا النمو بتاعها هيفرق قد ايه. خالص 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 هتشوفوا شجره تانية، افتكروا منظرها كده قبل الدفن ومنظرها ان شاء الله بعد الدفن، هتبقى شجره تانية خالص ان شاء الله. ماشي يا جماعه، ده دفننا كده خلاص كل الطماطم دي اتدفنت اهيت، كل الطماطم دي اتدفنت اهيت حتى اللي تحت في الطماطم. بص حتى دي شجر صغير لسه عمره اقل من اللي احنا عاملين عليه التجربه فوق، بس انا هاخده دلوقتي وهنيمه كده عشان حضراتكم. بصوا كده شايف اللي انا بعمله ده، الشجره ما تخافش عليها مش هتتكسر ولا حاجه. انا هدفنها دلوقتي هنا كده وهحط عليها شرب، ودي كمان اختها دي كده هعملها كده. بصوا يا جماعه الشجر دلوقتي مطيع ما بيعملش حاجه ومش هيتكسر ولا حاجه. انا هحط عليه شرب هنا دلوقتي وهحط عليه شرب وهنرجع له واوريه لحضراتكم. بصوا يا جماعه اهي، ما تقلقش خالص ما تقلقش خالص، حط الشرب حط الشرب على الساق ده اهو، حط اهو. كل ما الشرب كان مغطي الساق كل ما الساق ده كان كون جذور تحته طلع تفرعات جديده وبقت الشجره قويه جدا جدا جدا، وهتدي لك نمو خضري اكبر وطرح اكتر كتير، وتعيش معاك عن تجربه للمره الثانيه والثالثه يا جماعه. هتعيش معاك فتره طويله اكتر من ما تكون زارع كانك زارع متصل، وبكده هيبقى عندك طماطم طول السنه طول السنه. يعني انت حضراتكم شفتوا الطماطمايه اللي هي شتويه عندي، انا خلاص اخدت منها اهوت في الصيف، يعني انا عندي منها طماطم. شوفوا الصندوق ده يا جماعه، بصوا كل الصندوق ده يبقى فيه طماطم، المجموع الخضري بتاع شتلة الطماطم اهي ما شاء الله. شوفوا قوة الشجرة عاملة ازاي. بصوا يا جماعة شتلة الطماطم فيها تفرعات قد ايه، والطرح اللي جاي جديد قد ايه، والشجرة بقت عاملة ازاي. ما بقتش شجرة واحدة، ده الشجرة الأم الأصلية، وده طلع عندي تفرع اهو يا جماعة شايفينه من الجذر اهو اللي أنا دافنه اهو، الجذور بتاعته الجديدة اهيت. بصوا يا جماعة جذور جديدة اهي، وتفرع جديد ورا اهو كمان، أصبح عندي شجرة اتنين تلاتة بدل ما انا كنت زارع شجرة واحدة. طيب هسمد بشايل الكمبوست، الوعاء ده يكفيه يكفيه، ودورق من اللي انا بحطه. كل 15 يوم يا جماعة بستخدم شاي الكمبوست، كل 15 يوم
بصوا يا جماعه حضراتكم، بصب طبعا انا كشفت ده بس عشان اوري لكم جذوره وهدفنها تاني. بصوا حضراتكم هتلاقوا كل الاشجار حصل فيها تفرعات جديده. بصوا الشجره دي نفس الوضع زي اللي فاتت. بصوا يا جماعه الطرح فيها عامل ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. وطلع عندي شجره جديده خالص اهيت، وشجره ورا اهيت يا جماعه نفس الوضع بتاع الشجره دي. هتلاحظوا ان انا قلت لكم في اول فيديو عمليه الدفن دي مهمه جدا يا جماعه، هنستكمل معاها واقول لكم ايه السماد اللي بستخدمه تاني. نيجي بقى يا جماعه لمرحله التسميد الورقي. بصوا حضراتكم احنا سمدنا في مرحلتين، تسميد ارضي باستخدام الكمبوست النباتي في اول مراحل نمو النبات، وحضراتكم شفتوها وانا بضيفها مع دفن الطماطم. وبعدين شفتوا حضراتكم اضفنا كل 15 يوم بنضيف سماد شايل كومبوست، ويعتبر هو كومبوست حيواني، فضلات حيوانات. دلوقتي المرحلة التالتة من التسميد، حضرتك بتجيب لي سائل سماد الخميرة اللي عملناه مع بعض كذا مرة قبل كده وحضراتكم شفتوه، وبترشي لي الأوراق بيه كل 15 يوم. رش على الأوراق، رش على الأوراق يا جماعة، حتى بترش على الثمار بردك مفيش مشكلة عندك خالص، تمام؟ بترش كل جميع النباتات اللي عندك من الطماطم، ده تسميد ورقي عشان يديلك للمجموع الخضري نمو جيد وتفرعات قوية وحجم للثمار. هذا المنقوع لو حضرتك عايز يبقى مثالي عندك بشكل أكبر كمان، ممكن تضيف له منقوع الموز مع الرش. يعني حضرتك تعمل منقوع الخميرة أو سماد الخميرة وتكون ناقع الموز قبله بثلاث أيام، تاخد منقوع الموز مع منقوع الخميرة اللي حضراتكم شايفين أنا بعمله ده، وترشبه. لو حضراتكم شامين هتشموا ريحة الخميرة فيه. أنا بعمل تكة صغيرة بضيف معاه سماد الموز كمان مع الخميرة. حضراتكم بدل الرش للمي الطماطم بتاعتي لحد ما هو حضراتكم كده تمام. اشوف حضراتكم الطرح بتاعي. وبصفة عامة يا جماعة في اثناء وجود الرياح الايام دي، احنا النهاردة 28/5 يا جماعة، في رياح شديدة، يفضل ان انت دايما تبقى تغسل ثمارك والمجموعة الخضراء يا جماعة عشان الصغور بتاعته ما تتسدش. يعني حتى لو انت مش بترشه بسماد خميره، حتى لو عندك بخاخه او ميه زي كده بتغسله، لان شوفوا يا جماعه التراب اللي بينزل عليها قد ايه. يعني ده افضل لك ولنباتك، وهيقلل استخدامك للمبيدات الحشريه بشكل كبير جدا جدا جدا. تمام؟ تمام. هنكمل بقى اوريكم انا هعمل ايه للطماطم. والان يا جماعه ان شاء الله تشوفوا معايا حاجه جديده اول مره تشوفوها. ان شاء الله رب العالمين هنعمل جبل من الطماطم. جبل من الطماطم. بصوا حضراتكم السلك ده حضراتكم احنا جايبينه وهربطه في القفص زي ما حضراتكم شايفين، وهنقول لكم هعمل بيه ايه دلوقتي في الفيديو بتاعي. حضراتكم هتشوفوا حاجه ممتازه وهتعمل لكم سد في زراعه الطماطم بطريقه مختلفه عن اللي حضراتكم بتشوفوه من ابتكارنا لعبد الله. يا جماعه ده احنا بنعمل دلوقتي جبل من الطماطم. هوري لحضراتكم انا عملتها ازاي بالتفصيل دلوقتي. طيب شايفين يا جماعه احنا كده ربطنا ده نفس الوضع. هتلاقوا حضراتكم انا شادد ده كده نفس الوضع، هاخده مع ده هنا. الدره اللي انا عامله ده يا جماعه، الدره اللي انا عامله بهدف التظليل على الطماطم في فترات الحر الشديد. حضراتكم شفتوا الفترة اللي احنا فيها دي الحرارة كانت شديدة جدا جدا بشكل كبير، فبيبقى خطر على نباتاتك بصفة عامة. وطبعا الطماطم من النباتات اللي بتأثر بالحرارة لو الحرارة شدت عليها بشكل كبير. حضراتكم شوفوا انا هعمل دلوقتي جبل من الطماطم بطريقة بسيطة، وهوريكم انا عملته ازاي بالتفصيل. شايفين حضراتكم انا بعمل ايه؟ كل هذه الاسلاك انا عملتها بشكل بسيط خالص، وبرضك هدي لحضراتكم فكره عن عملها تاني. تمام تمام. بصوا يا جماعه ان شاء الله شايفين حضراتكم انا دلوقتي هعمل لنا حاجه. شايفين الاسلاك دي كده، ان شاء الله رب العالمين هنعمل هنا جبل من الطماطم كامل، واوري لحضراتكم هيبقى
شكله بنلاقيه ازاي بعد ما نبدا نربط السلك. تمام، نخلص السلك عشان ما اطولش على حضراتكم وارجع لكم. ودلوقتي بقى يا جماعه ان شاء الله هنعمل بدايه يعني تصنيع او تقويم جبل الطماطم على الشكل اللي احنا عملناه. حضرتك انا بفضل الرباط بالقماش عن الرباط بالسلك، لان القماش فيه حنيه كتير على الزرع. السلك اللي الاخوه بيستخدموه بيبقى قوي جدا على الشتله. حضرتك هنعمل جبل الطماطم بتاعنا ده. هناخد الطماطم بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، هنعمل منها هرم او جبل من الطماطم. حضراتكم ان شاء الله تشوفوا حاجة مبهرة لهذا الانتاج وهذه الطريقة اللي بتبعد الطماطم تماما عن الارض. بيبقى عندك شجرة كويسة جدا، شوفوا حضراتكم. انا شايفين بعد ما ربطنا الطماطم بقت عاملة ازاي، شوفوا حضراتكم. هكمل برضك بقية التربيط عشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو، وهرجع لحضراتكم تاني. كده يبقى يا جماعة انت عملت جبل من الطماطم بشكل حضرتك اول مرة تزرع بيه. شوفوا كمية الطرح اللي احنا عملناها، ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصوا يا جماعة الطرح بتاعنا في الطماطم. يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ ان شاء الله في رعايات كده لازم تعملها حضرتك ازاي. وبعد الرفع اللي حضرتك بتعمله، لو لقيت اوراق زي كده اطرافها جافة هنا كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، لا دي عشان كانت طايله الارض. الورق اللي زي ده يا جماعه لازم حضرتك تخلص منه تماما. انا عايز اي نموات تحت كده يا جماعه في الحجر التحتاني ما تلزمنيش، انا هشيلها. وهنضف الطماطم بتاعتي بشكل كبير. كل الاوراق ديت اصبح عندك جبل من الطماطم بصحه قويه جدا بطرح ممتاز. بصوا يا جماعه كميه الطرح اللي حصلنا عليها من الطماطم دي، لسه التبشير بتاعها، دي لسه البشائر بتاعتها. بصوا يا جماعه الورقه بهذا المنظر، حضرتك بعد ما ترفعها بتلاقيها بهذا الشكل، بتقوم تستأصلها تماما زي ما حضرتك شايف كده. وبعد بترشي لي رشه بقى كمان كل 15 يوم بتعمل لي رشه يعني تقويه للنبات باستخدام سماد الخميره. يبقى حضرتك عملت كده دلوقتي حاجة جميلة جدا لزرعك، حاجة ممتازة. انت دلوقتي اهوت عملت الطماطم بطريقة الجبل او طريقة الجبلية لأبو حشيش في زراعة الطماطم. حضرتك شوف اهوت عملنا الطماطم. حضرتك تقول لي انت عامل الذرة في وسطها ليه؟ زي ما انا قلت لحضراتكم الذرة ده فايدته كبيرة جدا ليا، بيضلل على الطماطم اثناء الشمس. انا ما بستخدمش اي مسمد كيميائي بالمره. الاوراق القديمه يا جماعه زي ما قلت لكم، شوفوا الاوراق، كل الاوراق ديت بتترمى ما تلزمنيش، وخلص النبات منها تماما. انا عايز النبات يبقى قوي بشكل كبير. تمام، طيب يبقى احنا كده وصلنا للمرحله النهائيه، وننتظر احمرار هذه الطماطم ان شاء الله. وبألف هنا وشفاء لحضراتكم. حضراتكم تزرعوا بطريقه صناعه جبل من الطماطم زي ما انتم شايفين، هتكون طريقه مفيده لكم جدا جدا جدا، وان شاء الله تحصلوا على كميه مبهره من الطماطم. اتمنى ان يكون حضراتكم استفدتوا من هذا الفيديو في صناعه جبل من الطماطم. اذكر حضراتكم بس انا عملت هذا الجبل ازاي. حضراتكم حطيت اللي زرع جنب حيطه، دقيت مسمار هنا اهوت، وربطت فتله فيه في القفص اللي انا زارع فيه تحت اهو يا جماعه، ومنزل خيوط زي ما حضراتكم شايفين. بصوا، وواخد مسمار تاني في اخر الاقفاص اهيت يا جماعه. بصوا حد هنا كده، ومنزل الفتل بتاعتي، كل شجره نازل لها فتله. ومع النموات الجديده هنصعد بالطماطم لحد ما نحقق نمو ان شاء الله مبهر من ثمار الطماطم. شاكر لحضراتكم حسن المتابعه من حضراتكم، واتمنى تكون حضراتكم استفدتوا من الزراعه بالطريقه الجبليه، وتشوفوا حضراتكم كميه الطماطم اللي عندي قد ايه باستخدام هذه الطريقه. ويا ريت حضراتكم لو
يعني تقدروا تزرعوا بهذه الطريقة إن شاء الله هتديكوا فايدة كبيرة جدا جدا جدا. أتمنى أن يكون فيديو زراعة الطماطم أفاد حضراتكم، وإن شاء الله رب العالمين قادم إلى حضراتكم فيديو جديد إن شاء الله، إن شاء الله عم قريب في طريقة أخرى لزراعة الطماطم. شوف حضراتكم هتبقى بشكل مختلف، دي طماطم تانية غير الطماطم اللي إحنا كنا فيها. إن شاء الله رب العالمين هتشوفوه قريب، هتستفادوا منه جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.